وللتعليق على هذه الظاهرة، تزايد الإصابات والوفيات بين الأطباء في العراق والعاملين في الحقل الطبي بسبب فيروس كورونا، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الدكتور إبراهيم سليمان. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. دكتور إبراهيم، مفوضية حقوق الإنسان في العراق رصدت إصابة 3136 ووفاة 25 من الطواقم الطبية بالفيروس. بداية، ما سبب هذا العدد الكبير من الإصابات والوفيات في صفوف الطواقم الطبية؟ مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين. سيدي العزيز، زج كافة الكوادر الصحية في جائحة كورونا من الأخطاء اللي استخدمتها وزارة الصحة العراقية. يعني أطباء مداخلين دورات على الوبائيات، عندنا اطباء اختصاص، هسه انتم ذكرتوا 25، انا اللي عندي 22 طبيب استشهدوا رقم دوكيومنت، هذا توثيق. نعم. عدد الممرضين والممرضات وعدد الكوادر حتى الخدميه، شوف حتى يعني تقصد انا عدد الذين استشهدوا اكثر من هذا؟ نعم نعم نعم، 22 طبيب. 22 طبيب سيدي العزيز. نعم. عدد كوادر الوسطية، كوادر حتى الخدمية، حتى دول الجهاز الشرطة، الحمايات، الأدب الثورة، كوادر والدنيا توفوا 2 من دول الشرطة اللي حماية مع المراكز الصحية. الأخطاء اللي تصير في القطاع الصغير، شوف احنا عندنا مدينة الطب تبريد مركز كل الطوارئ، فهذا طلع الكورونا ينتقل عن طريق الهواء، فالإصابات غالبية انتقلت من طابق الطابق. يعني اكو طابق ما بي كورونا، يعني خلينا نقول عمليات جراحيه انتقلت ثلث الاطباء. نعم. نعم. طيب شوف اليوم انا كنت في حديث مع السيد مدير عام دائره الصحه بغداد الكرخ، مدير مستشفانا مستشفى ابو غريب، دكتور علي محسن، هم مصاب، اخصائي جراح الرجل، يعني بس هذه المستشفيات الأهلية قلنا في حلقة سابقة. نعم. صارت كل المستشفيات الأهلية والحكومية موضوعة. طيب، الحكومة من جهتها تلقي باللوم دوما على المواطن في تفشي الوباء وتزايد أعداد الإصابات، ماذا عن الأطباء؟ هل يمكن أن تلقي الحكومة باللوم عليهم وهم يعملون في ظروف صعبة كما أشرتم الآن؟ حقهم صحيح، والله الحكومة عندها حق تحكي على الشعب وتحكي على الأطباء، لأن إحنا لو عندنا ذرة يعني ثورية ما تبقى هاي الحكومة، المفروض ما تبقى هاي الحكومة من تحكي على الشعب وهي مقصرة من الباب للمحراب وتحكي على الشعب، فإحنا المفروض هسه الشعب يثور عنه. نعم. هل أجهزة التعقيم والحماية اللازمة للأطباء والتي عادة ما تكون مرتفعة الثمن إلى الدرجة التي تجعل الحكومة لا تستطيع توفيرها، هل هذا معقول؟ هذا الحكي ما يقدر استوعبه. يعني هم صحيح ما موفرين الحد الأدنى، دولة عايشة على المساعدات، هذا ينتظرون أبو مصر أبو تركيا أبو مدري منه كذا يدزنهم مساعدات. مصر فورية، هم اللي يقولون ما صرفنا، احنا هم يقولون احنا ما صرفنا، ما عندنا فلوس، يقولون ما عندنا. ايش ايش البلد هذا، والله ما دافع مالي. ما اكثر الاسباب دكتور ابراهيم التي يعني تتسبب في نقل العدوى بين العاملين في الحقل الصحي؟ هل هو التدريب، ضعف التدريب الذي اشرتم اليه للتعامل مع الوبائيات؟ هل هو مثلا عدم توفر المستلزمات الصحية اللازمة من أدوات تعقيم ولباس وما إلى ذلك؟ ما المشكلة بالضبط؟ نعم، الاثنين معا، هذا تشخيصك، الاثنين معا، عدم التوفر وعدم الدخول بدورات. فهمت علي؟ هسه من صارت إصابات كثيرة بدأوا يسجون، يعني يجي كتاب إلى كافة الدوائر الصحية تنسيب، نسبوا شنو نسبوا؟ ما هذا غير داخل دورة، غير شيء على الوبائيات، شنو بس يلبس كمام ويطوب؟ ما بدي افهم انا. نعم، ذني الاثنين. طيب،
ليس بعيدا عن الأطباء، الأطفال في العراق أيضا هم ضحايا للفيروس، إلى أي مدى ترى أن الظروف الاقتصادية وخروج الأطفال للعمل للحاجة الشديدة يعني يؤثر في تزايد أعداد إصابتهم؟ طبعا طبعا يا سيدي العزيز، الأطفال والعيشة والدنيا، هسه هاي الشغلات المنع التجول والدنيا والعالمين، تأذت الطبقات الوسطى الفقيرة، هي اللي تأذت، هي اللي تأذت عنها. بعدين هسه احنا كأطباء، احنا بعد ما نعرف نعالج، ليش؟ عندنا صار خوف، عامل الخوف، المريض مالتنا مو صادق، يعني رايح للصيدلية ورايح للمضمد وزار خبر ويجي ما يحكي الحقيقة، صار الخوف، الدفن، شوف أساليب الدفن، أساليب الدفن الدفقير. تمام ولا لا؟ يندفن بحده وممنوع الصلاه عليه واهله ما يشوفوه وما يغسلوه، فهاي كلها اسباب سيدي العزيز اللي وصلنا الى هذا الشيء. نعم. اشكرك دكتور ابراهيم سليمان، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد.